يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سنستمر إن شاء الله تعالى قراءتنا لكتاب شرح الأصول من علم الأصول، وسنبدأ بإذن الله تعالى وبعونه من المباح. اقرأ هنا هذا المتن المباح لغة المعلن واقرأ ما يليه من الصفة، يعني اقرأ المتن أولا ثم تشرع بعد ذلك من شرح الشيخ. من شرح شيخنا قوله والمباح لغة، فهمت؟ طيب، سمي الله واحمده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا. فخرج بقولنا، أين الصحيح؟ كالأكل في رمضان أو في رمضان؟ في رمضان. في رمضان، أحسن. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به. لكونه وسيلة. لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا. كيف؟ ولا يخرجه ذلك. ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. طيب، سأقرأ مرة أخرى. أنا سأقرأ. قال رحمه الله: والمباح لغة المعلن، هذا في اللغة، والمأذون فيه. فأما في اصطلاح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، فإذا المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لا يتعلق بشيء مطلوب، لا بطلب، لا لذاته، كالأكل في رمضان ليلا. الأكل في رمضان هل يشرع؟ هل يؤمر؟ هل ينهى؟ لا يؤمر ولا ينهى. فإذا الأكل في رمضان ليس فيه حكما مطلوبا كأمر أو نهي له، لكن الأمر فيه واسع إن شاء الله. فإن تريد أن تأكل فكل، وإن لم تريد أن تأكل فلا تأكل، فلا بس، فلا يتعلق بالإثم أو الأجر. ثم خرج بقولنا في تعريف ما لا يتعلق به أمر، فخرج به إيش؟ شيئان، يعني الواجب والمندوب. حكمان، خرج به حكمان، الواجب والمندوب. لماذا؟ لماذا خرج بقوله ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب؟ لأن الواجب والمندوب مأمور بهما. لأن الواجب والمندوب مأمور بهما، فالواجب والمندوب يتعلقان بأمر، يعني يتعلقان بالأمر، أليس كذلك؟ ها؟ فهمتم أم لا؟ شيء واجب مثلا، هل هو شيء مطلوب مأمور أم لا؟ ها؟ مأمور. شيء واجب مأمور. وأيضا شيء مستحب والمندوب والمرغب فيه، هل ذلك الشيء مأمور أم لا؟ مأمور. طيب،
وخرج بقولنا ولا نهي لا يتعلق به أمر ولا نهي ولا يتعلق أيضا بنهي خرج به المحرم والمكروه ليش؟ لماذا؟ لماذا المحرم والمكروه خرج بسبب قوله ولا نهي؟ لماذا؟ لأن المحرم والمكروه منهي عنهما لهذا القدر فهمتم؟ لا المحرم هل هذا الشيء منهي عنه أم لا؟ منهي وأيضا المكروه في حقيقته منهي أم لا؟ منهي ولكن درجة النهي ورتبته يفترقان درجة النهي للمحرم والمكروه تفترق أما المحرم طبعا منهي عنه بنهي محتوم حتم وأما المكروه ليس بحتم ليس بلازم أن لا يفعل أو يترك ثم خرج بقولنا لذاته يعني في ذات هذا الأمر المباح ما تعلق بشيء مأمور أو منهي لا ليس بذاته لا يتعلق بذاته لكن يمكن أن يكون وسيلة لشيء مأمور به أو وسيلة لشيء منهي عنه ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه هل يمكن أن يكون الأمر المباح هل يمكن أن يكون الأمر المباح لذاته مباح ثم أصبحت إيش أصبحت واجبة ممكن أم لا ممكن ممكن يعني أصبح واجب ممكن وأيضا يمكن أن يكون إيش منهي عنه أي سبب لماذا لأن المباح في ذاته لا يتعلق بأي تكليف من التكاليف لا بأي أمر أو نهي لا يتعلق به ولكن إن تريد أن تعلق هذا الإباحة أو الأمر المباح بشيء مأمور أو المنهي فالحكم تتعلق به فإن له كيف ماذا قرأت آنفا يا شيخ رافعي فإن له إيش فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي فإن له إلى أين يرجع ضمير هو هنا فإن له إيش فإن للمباح فإن للمباح حكم ما كان وسيلة له فإذا في الأصل المباح لا يتعلق بأمر أو نهي لكن إن تريد أن تصير هذا المباح إلى شيء مأمور أو منهي فالحكم حكمهما يعني فالحكم يكون مأمور أو منهي مثلا الأكل في الأصل إيش مباح لا يتعلق بشيء مأمور به أو منهي عنه لكن أنت تأكل لماذا تأكل لأي غرض تأكل أنت تقول أنا سآكل لكي أستمر في الدراسة يعني لكي لا أنعس في الدراسة أنا آكل حتى أشبع لكي لا أنعس في الدراسة هذا النية صالحة أم لا جيدة ولو كان في الحقيقة في الواقع ينعس لشبعانه في الواقع هو ينعس لكن في نيته هو يريد أن يتخذ الإباحة هذا الشيء مباح يعني الأكل يتخذ وسيلة لشيء مرغب فيه لشيء مرغب فيه يعني النشاط في الدراسة ولو كان في الواقع كما
كما تمثلتم به يا. ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي. أنت تأكل إيش؟ أنا سأكل للنشاط في مشاهدة بيوسكوب مثلا سينما، فهذا الشيء منهي عنه. أو أنت تشتر إيش؟ بوب كورن. ليش تشتر بوب كورن؟ تقول أشتر لي لي تشميلا. ماذا تشميلا في العربية؟ أنا لا أدري تشميلا، يا لا أدري تشميلا، أكل قليل في 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 داخل السينما. فإذا الحكم لشراء هذا المأكولات هذه المأكولات منهي عنه، لأنه أصبحت إيش؟ لأنه أصبح إيش؟ أصبح وسيلة للمنهي عنه. ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل، يعني الأصل في الإباحة لا يتعلق بأمر أو نهي في ذاته. ثم يقرأ من قوله والمباح لغة المعلن كقولهم. تفضل. أحسن الله إليك. وبه قال رحمه الله تعالى قوله والمباح لغة المعلن كقولهم باح بسره، أي أعلنه. كيف بسره؟ سر بسره. بسره أي أعلنه. طيب. قوله المأذون فيه أي أذنت أذنت لك في الانتفاع به، مثل أبحتك سيارتي هذه الليلة وأبحتك بيتي لمدة شهر، أي أذنت لك في الانتفاع به. طيب مفهوم هذه العبارة يا أخوة؟ مفهومة العبارة مفهومة أم لا؟ والمأذون فيه يعني الإباحة الإذن، المباح مأذون فيه، مثل أنا أقول لك، أو مثلا بطرة قال لي يا أستاذ هل يمكن أن أستعير سيارتك؟ فقلت أبحتك سيارتي هذه الليلة، أين سيارتك يا أستاذ؟ في حلمك يا في حلمك في نومك. ما عندي سيارة وأنت تسأل سيارتي. أنا لا أدري أنت تستهزئني أو كيف. فأنا قلت لك يا بوترا أبحتك سيارتي هذه الليلة، فلتفضل استعمل هذه السيارة في هذه الليلة في نومك، فأذنت لك في الانتفاع بسيارتي. لا بس. طيب ممكن لا ليست سيارة يا أستاذ، أنا مازح يا أستاذ. فقال بوترا لي مثلا يا أستاذ أبيحني كيف كتابك يا أستاذ هذه الليلة، هذا ممكن. ثم أنا أسأل أي كتاب؟ أي كتاب؟ كتاب الأصول الثلاثة يا أستاذ. طيب أبحتك كتابي الأصول الثلاثة هذه الليلة، فهذا ما المعنى؟ يعني أذنت لك في الانتفاع بهذا الكتاب الذي هو لي، هذا الكتاب لي، فانتفع هذا الكتاب. لا بس انتفع بهذا الكتاب. مفهوم أم لا؟ مفهوم. استمر. وبه قال رحمه الله قوله واصطلاحا أصل هذه الكلمة من اصطلح، ولكن فيها إبدال التاء طاء، فهي من اصطلح أي جعلوا هذا الشيء صالحا، ولم ينكر بعضهم على بعض فيه، فأهل الفن تصالحوا على هذا التعبير وعلى هذا المعنى، ولم ينكر أحد على أحد. طيب قوله اصطلاحا، فأصل هذه الكلمة من اصطلح. في الأصل لا يوجد في الثلاثي المزيد زيادة بحرف الطاء، إما حرف النون أو الهمزة أو التاء،
لكن لماذا يوجد اصطلاح اصطدام؟ لماذا؟ لوجود الصاد من قبل التاء، فتبدل التاء بالطاء، فقال ولكن فيها إبدال التاء طاء، فالتاء تبدل بالطاء، فهي من اصطلح يصطلح اصطلاحا، أي جعلوا هذا الشيء صالحا، اعتبروا هذا الشيء صالحا، جعلوا واعتبروا هذا الشيء صالحا، فصار شيئا صالحا عندهم. فالاصطلاح، إذن فالاصطلاح اسم لما جعل صالحا عند من جعله، فهذا مصطلح. ولذلك قلنا هذا في الاصطلاح، في اصطلاح من؟ قال الحكم في اصطلاح الفقهاء هكذا. فإذا الحكم لفظ، الحكم عند الفقهاء لما جعلوا معنى هذا صالحا للحكم فعبروا بذلك، حكم هكذا. وأيضا في لغة إندونيسيا عندنا اصطلاح، لماذا يسمى هذا باصطلاح؟ فاصطلاح قال إندونيسي هذا istilahnya begini loh, hakada. Limadha yuqal istilah? Lianna an-nas ja'alu hadha asy-syai' salihan lil-i'tibar aw lil ya'ni indahum hadha ta'bir salih. Qulna ma yusamma hadha aqwa? Hadha fil istilah aqwa. في الحقيقة فيت أحيانا في الحقيقة جبل جنوم نعم ها في 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 الاسم الحقيقي فيت، لكن الاسم الاصطلاحي أقوى. لماذا يسمى أقوى؟ لأن الناس الإندونيسيين هم اصطلحوا على ذلك، يعني هم اتخذوا هذا صالحا لتسميتهم لهذا الشيء، يعني مفهوم لا؟ فهذا في الاصطلاح أقوى، في الحقيقة فيت. أيضا في اصطلاح عام، في اصطلاح عام مشرب، بسم الله، لذيذ. نعم. ثم قال ولم ينكر بعضهم على بعض فيه، فإذا لم ينكر أحد من الناس أو بعض الناس لم ينكر على ذلك، فإذا أجمعوا على هذا الاصطلاح. ولذلك نحن نقول إلى البائع، ماذا نقول؟ بان يا بان يا أشتري أقوى، لم يفهم هو أشتري أقوى يا بان دلم، قال هو أشتري أقوى بثمن بخس دلم بوتن بوتن مرتس، لا سيبلي أقوى، يفهم معنى أقوى، ثم أعطونا أواسيس بل أعطونا جبل جنوم. فنحن نقول يا 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 بائع، هل عندك أذن يا بايا؟ أنا قلت لك أقوى، لكن أنت قد أعطاني جنون، كيف؟ لا يا أخي، هذا في الاصطلاح أقوى خلص. فلم ينكر بعضهم على بعض في هذا الاصطلاح. كيف يا أستاذ؟ مفهوم ما يا أستاذ يا شيخ يا صاحب الفضيلة المكرم بطرة فضيلة، فهمت أم لا؟ طيب، ثم فأهل الفن تصالحوا على هذا التعبير وعلى هذا المعنى، ولم ينكر أحد على أحد. استمر. وبه قال رحمه الله تعالى وقد يتوافق الشرع. كيف يتوافق؟ لا يوجد وزن يتوافق يا شيخ، أنت تؤلف وزنا جديدا في الدنيا.
يتوافق الشرع وقد يتوافق الشرع واصطلاح وقد والاصطلاح والاصطلاح وقد لا يتوافق الصحيح في الأول الخطأ في الثاني وقد يتوافق هذا صحيح ثم وقد لا يتوافقان أحسنت فالمكروه في الشرع مثلا يطلق على المحرم ولكن في اصطلاح على ما دو كيف على ما كيف قرأت الاصطلاح ولكن في اصطلاح لا ولكن في الاصطلاح ولكن في الاصطلاح على ما دونه كيف ما دونه لا ما دونه ما دونه استغفر الله استغفر الله لعل الله يغفر لك ثم قال وقد يتوافق الشرع والاصطلاح وقد لا يتوافقان فهذا في الواقع كذلك قد توافق الشرع والاصطلاح العرفي وقد لا يتوافقان فالمكروه في الشرع مثلا يطلق على المحرم هذا في الشرع ليس كذلك ولكن في الواقع العرفي في الاصطلاح العرفي أحيانا لا يقع المكروه على المحرم أليس كذلك؟ مثلا أنا لا أحب أن أنظر بترة هذه الليلة فإذا هو رجل مكروه عندي أليس كذلك؟ فهل هو محرم علي؟ لا فهمت؟ فهل بترة محرم علي؟ لا فإذا أنا قلت ذلك القول في الاصطلاح أو في الشرع؟ في الاصطلاح في الاصطلاح أما في الشرع يمكن أن يكون المكروه يطلق على المحرم أحيانا كذلك إيه؟ فهل كره الله الفسوق والعصيان؟ نعم الفسوق والعصيان محرمان وفي تعبير القرآن يعني في قوله عز وجل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان مكروه شيء مكروه لكن المكروه هنا ما المقصود منه؟ المقصود منه هو إيش؟ المحرم هل الكفر محرم؟ محرم الفسوق والعصيان محرمان فإذا في الشرع أحيانا المكروه يطلق على المحرم أيضا ولكن في الاصطلاح العرفي المعروف عندنا شيء مكروه لا يلزم أن يكون محرما استمر وبه قال رحمه الله قوله واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا هذا تمثيل لا يفيد الحصر وإنما اختير لا وإنما اختير اختير أختي لماذا أختي اختار استمر قل لإنما اختير هكذا لا وإنما لأنك لم تتزوج أو كيف وإنما اختير ذلك لأن الله تعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأباح الله تعالى الأكل والشرب في ليالي رمضان ولكن ذلك في نهار رمضان محرم أظن أن هذا الأمر واضح عندكم كما وضح عندي واضح؟ يعني إيش؟ الأكل والشرب في ليالي رمضان هل هما مباحان أم لا؟ مباح أما في نهاره محرمان طيب ثم فخرج بقولنا وبه قوله تعالى فخرج كيف قوله تعالى من يقول وبه قوله
rahimahullah. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب لأنه مأمور به. استمر. قوله وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه لأنه منهي عنه. استمر. قوله وخرج بقولنا لذاته يعني بقطع النظر عن أمر آخر ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه من مأمور أو منهي من مأمور أو منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل وكلمة لذاته هذه مفيدة بقطع النظر عما يتعلق به لأنه قد يتعلق به أمر فيكون مأمورا به. طيب أحيانا المباح يتعلق بالأمر ولكن ليس لذاته فحينما تعلق هذا المباح بأمر فيكون هذا المباح أصبح مأمورا أصبح مأمورا به فيصبح مأمورا به. فضرب لنا مثالا رحمه الله تعالى شراء الماء. فضل مثال شراء الماء. شراء الماء مثال شراء الماء الأصل فيه أنه مباح لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء للصلاة صار شراؤه واجبا فيجب أن تشتري لأن ما لم يتم الواجب ما لم يتم كي لأن ما لم يتم يتم الواجب إلا به فهو واجب. أحسنت. فضرب لنا مثالا في شراء لشراء الماء يعني شراء الماء الأصل في شراء الماء أنه إيش مباح لا يتعلق به أمر أو نهي فلا يتعلق بأي تكليف أو طلب أو اقتضاء لكن إذا كان شراء الماء أو شراء الماء يتوقف عليه الوضوء للصلاة والصلاة المقصودة يعني الواجبة فصار شراء الماء واجبا لماذا؟ لأن هذا الشراء يتعلق بأمر مأمور به بل واجب عليه يعني الصلاة المفروضة فيجب أن تشتري فيجب عليك أن تشتري. في الأصل فعل شراء الماء لا يتعلق بأمر أو نهي لكن هذا يكون وسيلة ليش لواجب لفرض صلاة مفروضة فيجب أن تشتري لأن هذه القاعدة أصولية لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة مهمة وتقع كثيرا في حياتها. استمر. وبه قال رحمه الله فإذا أمر الله بشيء فهو أمر به وبما لا يتم الواجب إلا به. فإن قيل ما نوع الدلالة على وجوب ما لا يتم إلا به كيف؟ قد أصبت قبل ذلك ماذا؟ قد أصبت قبل ذلك يعني قبل أن تغير الحركة أو كيف ما نوع الدلالة على وجوب ما أحسن الله إليك. فإن قيل ما نوع الدلالة على وجوب ما لا يتم إلا به فالجواب الالتزام لأنه لا يتم إلا بذلك. إذن الدلالة تنقسم إلى بعض الأقسام فمن أقسامه دلالة الالتزام. دلالة الالتزام شيء لازم من تلك الدلالة لأنه لا يتم إلا بذلك. وضرب أيضا مثالين أو بعض الأمثلة التي توضح إن شاء الله وضوحا كاملا إن شاء الله. فضل. رجل رأى شخصا خمارا يطلب
عنبا وهو عنده عنب ويعلم أنه يشتري العنب ليجعله خمرا يحرم عليه بيعه. طيب، رجل رأى شخصا خمارا، هذا البائع أو هذا رجل ذو عنب له عنب وهذا الشخص آخر خمار، ما معنى ما المقصود من الخمار؟ ما المقصود؟ ممكن مدمن الخمر، مدمن الخمر، رجل الذي يتعود بشرب الخمر وهو عنده عنب، وهذا الخمار يطلب عنبا يريد أن يشتري العنب، ويعلم أنه يشتري العنب، ويعلم هذا الرجل ذو عنب أن هذا الشخص الخمار سيشتري العنب. ليش؟ لأجل إيش؟ لأجل الخمر، لجعله خمرا. فما حكم بيع هذا الخمر إياه؟ حرام أو مندوب أو مباح؟ الأصل ليش؟ الأصل مباح. الأصل في بيع عنب المباح جائز، الأصل في بيع الخمر محرم. فهو ماذا يبيع الآن؟ يبيع العنب، ولكن بعلمه بأن المشتري سيتخذه خمرا، فما حكم الآن؟ محرم. لماذا؟ لعلمه بأنه سيصنع بذلك العنب خمرا، أو سيتخذ بذلك العنب، أو سيجعل بذلك العنب خمرا، فأصبح الحكم محرما على عليه. لماذا؟ لدلالة الالتزام. كيف دلالة الالتزام؟ كيف ذلك؟ لعلمه بأنه سيقع الحرام بسبب بيع هذا العنب، لعلمه ذلك فأصبح ما لا يتم المحرم إلا ببيعه، فبيعه محرم عليه. مفهوم ام لا بوتر؟ مفهوم ام لا؟ فهمت؟ really؟ إذا كنت فهمت فجمهور الفقهاء فهموا. لم يعلم ولم يخبر عنه، ولا توجد أي قرينة، لا توجد قرينة، أما بوجود القرينة فالحجة عليه لعلمه. مثلا هو يتحرك كحركة السكران، يعني أنا أريد أن أشتري عنب، عندكم عنب يا أخي؟ هذا قال، فهذا يعلم بأنه سكران، بعدم السؤال يعلم. لا لا لا، أنا أريد أن أحسن الظن به أنت. هذا لا يسمى حسن الظن، هذا لا يسمى حسن الظن. طيب استمر استمر. وبه قال رحم الله: ورجل آخر قال: عندي ضيوف الليلة وأريد أن أشتري لهم عنبا. لماذا ليلتي؟ ضيوف الليلة. أحسنت. عندي ضيوف الليلة. لماذا ضيوف؟ ضيوف. وبه قال رحم هذا الله: بأثر قربي بوترا. تقرب بوترا إليك ثم تأثر بك. عندي ضيوف الليلة. نعم. عندي ضيوف الليلة وأريد أن أشتري لهم عنبا، فحكمه أنه مباح. نعم، لا بس. أما عندي ضيوف ليلة، لماذا بالليلة؟ كأن هذا المثال يدركني، عندي ضيوف الليلة ولم أشتري لهم عنب، ولكن ما دام حكمه مباح فأنا لا أفعل. لا بس على ذلك، لا بس، أنا غير آثم به، لم
ما في إثم إن شاء الله، الحكم مباح. مباح. لا تقول يا أستاذ الحكم مستحب لأن إدخال السرور في قلب المؤمن مستحب. نعم، ولكن أين الفلوس؟ طيب استمر. جاءني رجل يقول أجرني بيتك وأنا أعرف أنه يشرب الدخان، فحكمه أنه مباح لأنه استأجر البيت ليسكنه هو وأهله. صحيح. جاءني رجل يقول أجرني بيتك وأنا أعرف أنه يشرب الدخان. ما تعلق الأجرة للبيت والدخان؟ ما في تعلق. هو سيستأجر البيت للسكن، للسكن، ليس كذلك؟ نعم. ليس لشرب الدخان. لا أحد يقول يا بوترا أنا أستأجر كونتراكانك. لماذا يا فلان؟ أنا أريد أن أشرب الدخان في كونتراكان فقط، خلاص. بعد ذلك أنا أخرج وخلاص انتهى. لا أحد يقول ذلك. ما غاية استئجار البيت للسكن وللاطمئنان به فيه، ليس لشرب الدخان فقط. ممكن مفهوم إن شاء الله. فإذا شرب الدخان هنا لا يتعلق بالاستئجار، فحكم الاستئجار هنا مباح. طيب فضل. فإن قال أجرني حجرة صغيرة لأشرب فيها الدخان لأني لا أستطيع شرب الدخان في السوق، قلنا هذا محرم لأنه عصى بهذه الحجرة، لأنه لولا هذه الحجرة ما شرب الدخان، فإنه لا يستطيع أن يشرب الدخان في السوق، فيكون هذا العقد مقصودا به الحرام. أحسنت. ولو كان هذا المثال لا يقع في إندونيسيا، فإن في إندونيسيا لكل بقعة فيه الإباحة لشرب الدخان، ولو كان للمسجد، في المسجد. فإن قال أجرني يا أخي أجرني حجرة صغيرة ليشرب فيها الدخان، إيش لماذا تشرب الدخان في حجرة صغيرة؟ لا أنا لا أستطيع أن أشرب في السوق، أنا أستحيي. بعدين سيأتي فلان رفيعي سينظرني لأنه رجل سواق، يعني يتماشى في السوق. لا 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 لا، أنا أستحي منه. فأجرني بيتا صغيرا أو حجرة صغيرة أو حمام صغير لا بس، المهم أنا أشرب دخان في المكان المختبئ. فقلنا هذا محرم، هذا لا يجوز، لأنه عصى بهذه الحجرة، فهذا العقد، يعني عقد الأجرة استئجار، الغاية فيه إيش؟ محرم. الغاية الاستئجار حرام، فيكون الشيء، يعني الاستئجار في الأصل حلال مباح، ولكن إذا كان الغاية في هذا الأمر المباح حرام فأصبح محرما عليه، فإنه لا يستطيع. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نقف هنا. إن شاء الله سنأتي إلى كتاب دليل الطالب، سنصل إن شاء الله في الأسبوع الآتي لهذا الكتاب، نبدأ في رجل نعرف أنه لا يحلق إلا اللحى. ستقرأ إن شاء الله في الأسبوع القادم لهذا الكتاب. طيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.